اللي في الكوزينه كيتباني تيبقى يضرب فيا تنتفني من شعري ما كنشدوك بحال كندافع على راسي كندفعو تيقول لي يا الكلبه يا المسخه خرجتك من الزنقه تضربي خويا هذه ماشي دارك يلا خرجي عليا كيجري عليا انا ولدو من الزنقه واشتقت صبخيط من السما قال لي انت جاهله وما انت جاهله ولدك عكبر جاهل انت ما قارياش انت خوتك كلهم جاهلين تجي عمر العربيه انا ما غاديش نعطيك الدري حتى الدري عكبر جاهل بحالك توكلني في السحور وانا ما عقش حتى ولا سناني كيطيحوا ليا شعري كيطيح لحمي كله تخسر وجهي كله ولا كحال تنطيح بوحدي كنت الوا كنطيح غير بوحدي ما كنبقاش نقدر نوض ما بقاش نقدر نصلي ما كنعش من المغرب حتى الصباح وانا فايقه كنبقى نضرب راسي مع الحال كنبقى نهضر غير بوحدي تبقى تندخل الحمام تنكب عليا الماء بارد تبقى قاعده بحوايجي تحك الماء ونتفتني من شعري هي اخوها اللي مريض وكتغوت قالت لي عندك البوليس عيطت للبوليس عطاتهم الوراق ديالي ذكرت بيا عند البوليس انني ضربت خوها وانني هزيت على جنوي قالت له هزيت على جنوي بغات تقتلني وهي اللي قتلت امي راه باقا عندي الرسائل دابا باقا عندي الرسائل والدلائل كلشي اللي كان كيصيفط لي تيقول لي لا وقعت اختي شي حاجه في الزنقه راه كنت اللي قتلتيها كتوكلني في السحور وانا ما عقش حتى ولا سناني كيطيحوا ليا شعري كيطيح انا كنت كنخدم عند حد السيده في الرباط كنت نخدم عندها في الدار كندير الميناج وكنخدم عندها وهي كتخدم في السعوديه ملي كتخدم في السعوديه قالت لي فاطمه عندك تخدمي بلاصتي في السعوديه في الصالون الحمام مغربي قلت لها انا واخا جيت انا جات معايا هي عند الوالدين ديالي عند الوالد ديالي كان باقي عايش عند الخوت ديالي قالت لي عطاني با موافقه انني نمشي للسعوديه صابت الوريقات ديالي مشيت مع السعوديه بقات تنخدم معاها في الحمام المغربي عشان هي مسكينه كانت مريضه بالسرطان وعاد مشي عند الراجل ديالها لفرنسا تعالج انا نخدم في بلاصتها حيت عقاش كتثق فيا بزاف راه 10 سنين وانا معاها في الدار كنت خدامه عندها في الدار هي ديك ضربت مده عام وانا في السعوديه هي تقول لي واحد البنت صاحبتي كازاويه قالت لي راه هي مجوجه قالت لي راه راجلي كاين صاحبو مين باكستاني باغي يتزوج عربيه توكلي على الله انت ما عندكش الام ديالك الظروف ديالك ديري دارك ديري وليداتك وهادي قلت لها انا واخا جا السيد عندهم الدار شافني شفتو اتفقنا عيط الوالد ديالي عيط لخوتي قلت لهم شنو كاين شنو كاين قالوا لي الله يسهل عليك فرحوا ليا هضر معاهم السيد وانا كنت نترجم عليه حقاش ما كيعرفش اللغه ديال العائله ديالي ولا عارف اللغه ديالو جيت له عطاني بالموافقه ديالو صابت الوريقات درت معاه العقد مر رمضان بيومين درت معاه العرس دوزت معاه المده ديال 3 شهور بعد العرس حملت انا عرفني حامله قال لي حيدي هاد الدري هذا اللي نزلي هاد التيلاد اللي فكرشك حيدي قلت لي انا لا ما غاديش نحيدو بقات بيناتنا خصومه حتى ولدت من ولدت موراها 10 شهور في عمر ديال الدري قال لي دابا ما عنديش الامكانيات باش نصاوب لك انا الاقامه باش نعاود نصاوب الاوراق خاصنا نديك عند العائله ديالي في باكستان تعيشي معاهم الجنسيه ديالو باكستاني هويا الجنسيه ديالو باكستاني مشيت معاه لباكستان عشت مع الام ديالو مع الاخ ديالو عنده خوه مريض مسطي مع الاخت ديالو وهي حتى هي كانت موراها بشهر تزوجات وجابت الراجل ديالها وعاش معنا في الدار ولات كتغير مني انني كنلبس مزيان انني مفرشه البيت ديالي انني ولات كتغير مني الراجل ديالها ما كيشريش ليها ما كيعطيهاش ما كيصرفش عليها ولات كتغير مني ولات كدير ليا المشاكل ولات كدير ليا الصداع تنوض خوها اللي مريض تبقى يضرب فيا تنتف فيه كنخرج عين صاوب الحليب في الكوزينه كنصاوب الحليب في الكوزينه كيتباني تيبقى يضرب فيا تنتفني من شعري من كنشدوك بحال كندافع على راسي كندفعو تيقول لي يا الكلبه يا المسخه خرجتك من الزنقه تضربي خويا هذه ماشي دارك يلا خرجي عليا كيجري عليا انا ولدو من الزنقه واشتقت صب خيط من السما اشتقت صب ساعه ولا نقول لك ساعه ونص حنا في الزنقه عاد جا قلب علينا ورجعنا انا والدري للدار ديما تيجري عليا كيجي من السعوديه كيجي زياره لباكستان تينوضني تبقى يضربني تضربني في الكلوه ديالي تنتفني من شعري تضربني على وجهي تقول له الام ديالك تقول لي انت جاهله وما انت جاهله ولدك عكبر جاهل انت ما قارياش انت خوتك كلهم جاهلين تجي عمر العربيه انا ما غاديش نعطيك الدري حتى الدري عكبر جاهل بحالك ديما تهيني ديما تعيرني تنقعد معاهم في الطابله كنا كلشي يقول لي نوضي من الطابله تقول لي اللي بحالك ما ياكلوش معنا في الطابله اللي بحالك تيا ما خصهمش يعيشوا في الفيلا اللي بحالك تخصهم يعيشوا في الزنقه اللي بحالك تخصهم يعيشوا في الزنقه ما عرفتش السبب انا عايشه معاه في بلاده وفي الغربه وما كنعرفش اللغه ديالو وما درت لي حتى شي زعما شي حاجه خايبه لا انا نستاهل عليا انه يعذبني ويتكرفص عليا ان المشكل ديالو هو كان بودينا كيسمع
اللي قال والي تقول لهم اي، اللي قال لي تقول لهم اي، اللي قال لي تقول اي، بلا ما يسمع لي انا شنو نقول لي، كيسمع لي من غير هما. اللي قال والي هي اللي كاينه من موراها 6 شهور حيد لي الوراق، حيد لي الاقامه ديالي ودال الدري، قال لي ما غاديش نرجعك انا الباكي السعوديه، الاقامه ديالك سالات شي ودرات بقى هنا في باكستان. دوزنا شهر معاهم، من موراها ديت معاها في 7 شهور مرضت الوالده ديالو بالسرطان، توفات. من توفات الوالده ديالو قالت لي انت اللي قتلتيها، انت اللي قتلتي الام ديالي، خاصك دابا تعاقبي. كتقول لخويا هي اللي ما كتخليكش تهضر مع امي، ما كتخليكش تصرف مع امي، ما كتخليكش تناقش مع امي، ان هي اللي خاصها تدخل طلقها. صافي طلقها، خرج علينا هادي، خرج علينا الزنق، ما بقاش باغينا، بقاش كنسايس معاهم، تنتعامل معاهم كنسايس معاهم. تقول لها بنتي راه هذاك قدر الله، انا ما درت شي حاجه، الام ديالك الله بغاها، كنسايس معاهم. من بعد قلت لي شوف اولاد الناس دير لي ضريب بوحدي، اللي انا ني انا من ولدت الدري ما بقاش كنخدم، من ولدت الدري ولا قعدت، اللي ما الدري كان باقي صغير عندي، ما بقاش خدامه، الفلوس اللي كان عندي جمعتها خبيتها، الدري ما بقاش كنقدر نخدم، الدري صغير ما كاش اللي غادي يشدو ليا. دار لي ضرب بوحدي، سكنت انا لتحت وهي سكنت فوق مني، ما خلاتنيش في الراحه ديالي، ندخل للطواليت، ندخل للنعس، دق عليا في الباب. مشيت واحد النهار نجيب الدري، كان كيقرا عندي في الروض، مشيت نجيب الدري من المدرسه. 10 دقائق تعطلت، قسم لك بالله 10 دقائق تعطلت. قالت لي خاصك، علاش تعطلتي؟ قالت لي خاصك تعاقبي، قالت لي خاصك تعاقبي. خرجتني من الدار انا ودريك، تقول لي يلا خرجي دابا انت من الدار، انت ودري من الدار ونشوفك شنو غادي ديري. علاش تعطلتي 10 دقائق في الطريق؟ خاصك تعاقبي. من هضرت معاه هو، كيهضر مع اختك ومع خوك، وحلت عليا الباب برجلها، دفعت عليا الباب برجلها، ونتفتني من شعري هي وخوها اللي مريض، وكتغوت. قالت لي عندك البوليس، عيطت للبوليس، عطاتهم الاوراق ديالي، ذكرت بيا عند البوليس انني ضربت خوها، وانني هزيت على جنوي، قالت له هزيت على جنوي بغات تقتلني، وهي اللي قتلت امي. راه باقي عندي الرسائل، دابا باقي عندي الرسائل والدلائل، كل شيء اللي كان كيصيفط لي تيقول لي لا وقعت اختي شي حاجه في الزنقه، راه كنت اللي قتلتيها، كتوكلني في السحور وانا ما عقتش حتى، ولا سناني كيطيحوا ليا، شعري كيطيح، لحمي كله تخسر، وجهي كله ولا كحال، تنطيح بوحدي، كنت الوا كنطيح غير بوحدي، ما كنبقاش نقدر نوض، ما بقاش نقدر نصلي، ما كنعش، من المغرب حتى الصباح وانا فايقه، كنبقى نضرب راسي مع الحال، تبقى نهضر غير بوحدي، تبقى تندخل الحمام، تنكب عليا الماء بارد، تبقى قاعده بحوايجي تحت الماء، ما تنقدرش نوض، ما تنقدرش نشوف ولدي. ولدي اللي كيفيقني تيقول لي ماما 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 نوض، تنوض وانا بحال كي شي حد تيفيقني، تنوض من حد القلبه. طلقني وانا ما عارفاش، طلقني غيبا وانا ما عارفاش، هو في السعوديه وانا في باكستان. طلعني حتى قال لي تخاصمنا انا وياه في التليفون، قال لي راكي مطلقه، طلعي من الدار، هذيك ماشي دارك. قلت له ود الناس تق الله، انا فين غادي نمشي؟ انا ما عندي لا والدي لا والو، فين غادي نمشي؟ قال لي ممكن انا ماشي شغلي، سيري لوجه نام، طلعي من الدار. هذيك دار اختي، كيسمع غير اختو اللي قالت اختو هي اللي كاينه. طلعي من الدار، قلت لي ولدك اجي دي الدري عندك، قال لي لا ما غاديش نجي ناخذ الدري. اول الناس عطي المصروف الدري، انا ما غاديش نعطي المصروف الدري، عطيني على حقوق ديالي. تقول لي ما عنديش، درت مع الطوموبيل في النص مشات في باكستان، 15 مليون ديالي مشات، 2 مليون ديال الذهب مشات، الصحه ديالي مشات، ما كنصرفش على ولدو. دابا انا دابا غير الناس، اتصلت على ثلاثه القنوات، نتواصل مع الناس المغاربه، خوتي المغاربه، انا مغربيه، نتواصل معاهم باش يتعاونوا معايا. هذا البيت هذا كان ب 20000 ريال، وتنبقى انا والدري بالجوع، غير جوج ناس اللي جا صوروا معايا وشافوا الظروف ديالي، هما اللي كيجيبوا لي من ناكل انا والدري. ما عندي لا فراش لا والو، تكتب الفراش كيفاش داير، الدري عندي مريض، انا مريضه، كنتعالج دابا عند الرقيق، عالجني فابور، ومن فوق مسكين كي باش مسخها الله كيعاونني باش نوصل لعير حوايجي، باش ما نشري للدري شي حاجه ياكلها. كنقول ندير ولدي الخيريه، انني ولدي ما سخياش بينا، جدو معايا لبلادي وندير الخيريه، ما بغاش يكبر يقول لك انت جديني من عند الاب ديالي وتكرفصي عليا، ما عرفتش شنو غادي ندير، ما عرفتش شنو هو الحل. نوصلوا على الظروف ديالي صعيبه، ما نقدرش نصرف عليه، تنقول ندير الخيريه، يقرا يتهلاو فيه احسن مني انا، لانني باقا انا مريضه وما عنديش المصاريف، ما عنديش الامكانيات، انا الاب ديالي ميت والام ديالي ميته والظروف ديالي صعيبه، حسبي على الله سبحانه وتعالى كيفاش دايره انا، وكيفاش كنعس انا والدري معذبين انا ولدي. تنتمنى من الناس داخل الوطن وخارج الوطن يتعاونوا معايا، وقفوا معايا غير في السكن. دابا المراه كتعاون معايا، كتعطيني 20000 ريال، كتعاون معايا باش نخلص كل، وتنبقاو بالجوع انا والدري، تنبقاو بالجوع انا والدري. الوراق ديالي كانوا عندي انا، جاو عندي، صورت مع واحد القناه، قلت لخوتي ايه انا طلعوني ميته، يا طلعوني عايشه، اللي بيناتنا شي صله ديال الدم، نقضوني راني غادي نموت. ودرت معاهم لايف مع قناه اخرى، والحمد لله ربي سبحانه وتعالى استجب ليا،
وشفت واحد المراه في الدوله الاوروبيه سميتها مونيا من مكناس، هي والراجل ديالها، وعيطوا للبوليس ديال تما ديال باكستان، وعيطت لواحد الاخ لخو الزوج ديالها، وعيطوا للبوليس، طات 3 مليون باش طلعتني من تما كاين، لان ما كانش البوليس بغاو يطلعوا، خاصهم حتى ياخذوا الفلوس عادي يطلعوا، وجاو طلعوني وعيطوا للان بي سي ديال المغرب، السفاره ديال المغرب هما اللي قطعوا لي الطياره، وجابوني انا الدري للمغرب، وعطوني الفيزا للدري، حيت الدري ما كانش نطلعوا بلا موافقه ديال باه، هما اللي عطوني الفيزا بلا ما يحتاجوا الاب ديالو، لان شافوني في واحد الظروف خاصني نطلع من تما كاين صافي، مابقاش نقدر نوقف 3 ايام، ما كناكل ما كنشرب ما كنقدرش نمشي، كنتقطع في الكرش ديالي بالتوكال، ما اللي كناكلها كنرجعها، ما كنقدرش نمشي ما كنقدرش، صافي كنمشي بحال هكا بواحد الطريقه كنمشي، لانني صافي نموت نقول الموت هادي، والحمد لله انني دابا كنتعالج. الظروف ديالي صعيبه حد الدرجه ما تخيلهاش، لان كتشوف معك دري صغير ما قدرش نوفر ليه الماكله، حتى هي الاخرى كنعطيه غير الرضاعه كندير له فيها الشوفان، كناخذ غير كاسرونه من عند الجيران من عند تحت كنطيب له فيها، ما عنديش لا فلوس لا شي حاجه. السيده اللي جابتني هي اللي باقا كتعاون معايا، خلصت لي الكرات الشهر، دابا الشهر باقي 10 ايام خاصني نطلع من الكره، الا ما خلص الشهر نطلع من انا ولدي الزنقه، نقعدوا في الزنقه، نبقى في الزنقه، يعني في الزنقه ما عنديش فين نمشي، ما عنديش لا اب لا ام لا حتى شي حاجه، ما كاينش لا كان لا حنين لا رحيم. رساله الاخيره لجلاله الملك الله ينصرو، الجمعيات الحكومه المغربيه والناس المحسنين داخل الوطن وخارج الوطن والدول العربيه اللي كتشوف هذا الفيديو هذا، كنقولوا دير فيا الخير لوجه الله، ديروا في ولدي، انا باغي ندي ولدي الخيريه، وانا ما سخياش بي لانني كبرت بلا ام والاب مات وما شفتوش، لاني شفتو غير وجههم مغطي ما غاديين يدفنوه، وعشت مع ولدي هو الاب ديالي والاخ ديالي والصديق ديالي الابن ديالي، راني كبرت معاه بوحدي، ما ربى معايا حتى شي واحد، ما عاوني عليا حتى شي واحد، شفت الموت انا كنقاوم الموت، ولدي معايا ما هزيته بسناني ما سخيتش بيه، ما بغاش انني دابا جيت لبلادي وندير الخيريه ونبقى بلا بيه، ما نقدرش نعس بلا بيه، ما نقدرش نتفرق بلا مع ولدي صراحه، انا كنشوف هذاك الشيء اللي وقع ليا، انا وصلني لواحد الحاله انني شحال من مره حاولت ننتحر، شحال من جوج مرات ثلاثه ما كننتحر. اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.